السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة الصفا والعودة والعطور. أول مرة طبعا متشرفينا في القناة، سعدني جدا إن أنت تنضم إلينا وكمان تفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهات قيمة جدا عن العطور. غبنا عنكم كتير، لكن الحقيقة إن إحنا جبنا لكم منتج من المنتجات المميزة جدا فعلا، دليلي نفسك بعطور تداعب طبعا للأنوثة والفخامة، عطر من طبعا براند معروف جدا دلوقتي وانتشار واسع كبير جدا. ليه؟ هو عطور فيصل الدقي. فيصل الدقي الحقيقه منتشر في المملكه العربيه السعوديه، والحقيقه ان البراند بيشتغل باستراتيجيه مميزه. طبعا القينا الضوء على بعض العطور عنده طبعا لاول مره بتشرفينا، تقدر تشوفيها في الوصف، هسيب لكم طبعا الروابط في الوصف او كمان تشوفي في القناه عندنا. العطور بتاعت فيصل الدقي الحقيقه فيها عطور بارزه جدا، منها طبعا عطر 1983 اللي هو الاخضر منتشر طبعا، واللي بيميزه قلنا الباتشولي. معظم عطور فيصل الدقي الحقيقه كان واخد لاين عطر مميز اللي هو طبعا الباتشولي، والحقيقه ان الباتشولي على جميع مستويات الشركات اتجهت ليها. طبعا هو الباتشولي من العطور الفخمه جدا فعلا، انا على المستوى الشخصي انا بفضلها استخداماتها، والحقيقه ان يرجع الباتشولي طبعا ليه طبعا المصريين القدماء، لان طبعا الزراعات دي كانت عطر مفضل للامراء والملوك على مدار العصور. والحقيقه طبعا الباتشولي بعد زراعته في مصر القديمه بدا ينتشر تقريبا قبل 100 عام في امريكا الشماليه وماليزيا، والحقيقه ان كمان ماليزيا متميزه جدا في زراعه الباتشولي على مساحات كبيره جدا، بيجي باتشولي فعلا نقي اللي بيجي من ماليزيا. فصل الدايل الحقيقه معظم العطور بتاعته هنبص نلاقي فيها الباتشولي، سواء في القاعده العطريه او في النوطه العطريه او في وسط العطر. طبعا كلنا عارفين دلوقتي، المتابعين عارفين ان احنا لازم نختار بناء على النوطه العطريه ونفهم النوطه العطريه دي مكونه بايه، والحقيقه دي شيء مهم جدا كمان، لان في ناس كتير جدا بتدخل تشتري عطر بناء على الريحه بتاعته، والحقيقه ان مقدم يعني الريحه اللي انت بتشتري عليها سواء بخيط العطر على ورقه او بخيط العطر على ملابسك اشتريت بناء على الريحه، الحقيقه ان انا ما انصحكش ان انت تشتري بناء على الريحه او بناء على نقطه عطريه انت يعني تختارها، لكن بناء على الريحه فقط ما انصحكش. ليه بقى ما انصحكش؟ لان في عطور بتيجي لاين خط عطر واحد. يعني ايه خط عطر واحد؟ يعني مثلا لو احنا بنتكلم على الباتشولي بيكون مضاف اليها حاجه بسيطه جدا، بس هو خط لاين عطر واحد، العطر ما بتغيرش معاك، يعني النوتة العطرية دي ما بتقلبش معاك. طب ايه مهمة النوتة العطرية؟ الحقيقة مهمة النوتة العطرية دي كذا، ليها كذا فايدة. أول فايدة اللي هو ثبات العطر، طبعا كلنا بنحرص على ثبات العطر، إن العطر يكون بجودة عالية. النوتة العطرية الزخم بتاع النوتة العطرية سواء في مقدمة العطر أو في وسط العطر أو في القاعدة العطرية، 3 عطور في المقدمة أو 6 عطور في المقدمة، طبعا بيدي مدة أطول لثبات العطر. والحقيقة إن ثبات العطر العامل الرئيسي المكون فيه زي ما احنا اتكلمنا في فيديوهات السابقة، العامل الرئيسي اللي هو الزيت العطر، جودة الزيت العطر. سيبك بقى من طبعا المثبتات العطرية، هتلاقيها كتير في السوق، موجودة في السوق، كل ده كلام هراء، كلام ملوش أي ريحة اللازمة، أو أي حد يكلمك عن أي حاجة فعلا يبقى ده بيخفي حاجة في العطر ومش عايز إن هو يثبتها. لكن ثبات جودة العطر الرقم واحد فيه هو الزيت العطر. طيب النوتة العطرية ليه أنا بقول لك تختار بناء على النوتة العطرية؟ تقلب النوتة العطرية معاك بتديك مزيج من الروائح المختلفة في العطر، وفي نفس الوقت الروائح دي بتكون مختارة من مصمم العطور، بتكون قريبة جدا لبعض أو متجانسة مع بعض، هو ده اللي بيدي ثبات العطر طول فترة أطول. يعني العطر بيثبت معاك مثلا 6 ساعات 7 ساعات، يوم أو يومين طبعا في الأجواء الباردة، طبعا بيثبت معاك أكتر من كده، ولكن انا عايز اقول لك ان جوده الزيت العطر كل ما كان الجوده افضل والزيت العطر طبعا احسن، هنبص تلاقي ثبات العطر مميز جدا. طيب ايه تاني بيأثر في عوامل الثبات؟ الحقيقه ان درجه حراره جسمك دي شيء طبعا ما نختلفش عليه، وده انت الوحيد اللي بتحكم فيه. بمعنى ان انا لما اجي استخدم عطر اقول لك العطر ده مناسب بالنسبه لي، هو مناسب بالنسبه لي لان درجه حراره الجسم بتاعتي انا ثبتت ان هو مناسب بالنسبه لي، انا حبيته او الناس اللي حواليا حبوه. طبعا بالنسبه لك انت ممكن تستخدم العطر، ممكن انت تكون بتدخن، طبعا ما ينطبقش كمان مع التدخين بتاعك. كذلك انا بتكلم على مستوى الرجال ومستوى النساء. العطر معانا اللي احنا بنتكلم فيه النهارده هو عطر الاصفر 1988. ان الحقيقه ان العطر مكوناته
مميزة وفي نفس الوقت ريحة نظافة، على كمان ريحة ريحة كمان مميزة من البنفسج. مقدمة العطر هنا البنفسج، واللي ما يعرفش البنفسج، طبعا البنفسج من الزهور المزهرة. طبعا مصر رائدة في زراعة البنفسج، كمان بزرع حوالي على مستوى 3 قرى هنا كتيرة جدا، بيصدر طبعا لأمريكا ويصدر لفرنسا ويصدر للدول دي، وكمان مع إضافة الياسمين. الياسمين طبعا موجود في مصر بقوة، بتنافس فيه بقوة. البنفسج الحقيقة إن ليه طبعا قلنا من الزهور المزهرة، طبعا ليه نكهة مميزة جدا طبعا بيتميز بيها. المسك هنا كمان إضافة المسك، المسك طبعا كلنا عارفين إن المسك استخراجه نباتي أو حيواني. طبعا لو هو إحنا بنتكلم على مسك الغزال، لكن المسك اللي إحنا بنتكلم عليه هو مسك نباتي مستخرج من النبات اسمه نبات الليل الحقيقة، أو كمان في مسك حيواني مستخرج من ديل الفئران. اي فعلا بيتم استخراجه من ديل الفار. الحقيقه ان دي ملوش علاقه اصلا بالفار، ولكن هي دي سبحان الله ريحه مميزه جدا كمان بنستخدمها، وبتدخل في انواع الزيوت العطريه. طيب هنا القاعده العطريه اللي احنا العطر احنا بنتكلم عليه، بنتكلم على العنبر. العنبر طبعا ليه انتشار واسع. العنبر افضل عنبر بيجي من الهند، هو اسمه عنبر ميسور. طبعا بيتم تعتيق العنبر زي دهن العود كده، او بمعنى ادق دلوقتي خلينا نتكلم بشكل حديث، بيتم استخراج الرطوبه منه. طبعا كلما تم استخراج الرطوبه منه كلما طبعا زاد جوده العنبر، وفي نفس الوقت العنبر هيكون له ريحه. طبعا ده لا ينهي ان في عنبر معتق لعدد من السنين زي دهن العود كده زي ما اتكلمنا. طبعا العنبر معتق ليه نكهه مختلفه تماما، حتى كمان لو اضافوا في اضافات دلوقتي يا جماعه بتكون سريعا بيشيل الرطوبه منه. طبعا كل ما تشال الرطوبه منه، لان العنبر واستخداماته طول ما شال الرطوبه منه طول ما ايه جوده العنبر بتكون افضل، يعني زي دهن العود كده بالظبط. طبعا درجه الغرفه العاديه اللي احنا بنكون قاعدين فيها دي فيها درجه رطوبه. طبعا الرطوبه دي لما بتدخل في الزيوت العطريه بتاثر على جوده الزيت العطري، فاللي بيحصل مصممين العطور بيشيل الرطوبه ده منه على اساس ان انت تستخدم العطر بتاعك بشكل مناسب. طبعا العطر لا يعرض للحراره، طبعا ما ينفعش ان تحط العطر طبعا في ابواب السيارات، ده شيء مش مناسب، هيخرب لك العطر على طول. وكمان بيعمل حاجه مهمه جدا، بيفصل الزيوت العطريه عن بعضها. طبعا طالما فصلت الزيت العطريه عن بعضها طبعا ما فيش جوده من الزيت العطري، لذلك بنشوف البراندات الصغيره الزيوت العطريه ما بتتجانسش مع بعض. طالما زيت العطر ما تجانسش مع بعض، بص تلاقي مثلا ريحه الصندل لوحدها، ريحه العنبر لوحدها، ريحه البنفسج لوحده، وكمان ريحه متغيره بيكون تعرض للحراره. الحقيقه ان العطر عالم كبير جدا بيدخل فيه طبعا عوامل كتيره جدا. ان انصحك كمان ان انت تاخد ثقافه اكتر على طول، قدمنا طبعا في فيديوهات مهمه جدا اكتر من ان احنا بنقدم مراجعه للعطر، ولكن احنا بنقدم ثقافة مهمة جدا. لازم تعرف كل تدخل من تدخل العطر العامل المؤثرة فيه بتكون ايه، وايه الأهمية بتاعتها، وبتدخل في العطر بتأثر على العطر بناء عليه. طبعا لا يخفيك طبعا سرا، انا اتكلمنا في فيديوهات سابقة طبعا عن عطور الفيرمون والفيرمون وتأثيرها طبعا على الحالة النفسية، وايه أهمية الفيرمون والفيرمون ده أصلا موجود من ايه. أنصحك إن أنت تشوف الفيديو ده، طبعا هتستفاد منه إفادة مهمة جدا، لأن الفيرمون سبحان الله هو ربنا خلقنا بيه. وطبعا عالم العطور كمان استخدموه في تحسين الحالة المزاجية وفي نفس الوقت التواصل. كمان الفيرمون لا يستخدم على المستوى طبعا مستوى الزوجين، ولكن كمان مستخدم على الثقة بالنفس، مستخدم على تقريب الحبيب، ممكن حبيبك زوجتك أي مكان. طبعا هو عالم بيدخل طبعا ضمن عالم العطور، ولكن انا عايز اقول لك ان الفيرمون هو طبيعه موجوده فينا، بس كلما كبر السن بالنسبه لنا كلما طبعا قل الفيرمون فينا، فبيتم زيادتها بعطور الفيرمون اللي انت بتشوفها دلوقتي. طبعا العطر طبعا المقدم باذن الله بنقدر نوفره لك، خدمه سريعه جدا باذن الله خلال ساعات بنقدر نوصلها لك، خصوصا في جده وفي الرياض. طبعا على مستوى الاماكن التانيه نقدر نرسلها لك عن طريق شركات الشحن، خدمة مميزة فعلا بنقدمها لك. لو انت طبعا حابب ان انت تشوف لينا فيديوهات وتشوفنا تاني تقدر تشترك معانا في القناة. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.